أهلا بكم. تجسيدا للأجواء الروحية التي تسبق زمن المجيء، تستعد كافة الكنائس في المملكة للاحتفال بطفل المغارة الآتي إلى هذا العالم، وذلك من خلال إقامة البازارات الميلادية والاحتفالات الدينية التي تصحبها إضاءة شجرة عيد الميلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. استعدادا لاستقبال طفل المغارة، أقامت العديد من الرعايا في الأردن بازارات ميلادية يعود ريعها لأعمال خيرية. وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سناء عاصم، وببركة سيادة المطران كير جوزيف جبارة الجزير للوقار، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق بازارها الميلادية التاسع في مقر المجموعة، حيث استقبلت الفرقة الموسيقية صاحبة السمو الملكي على أنغام آلاتها النحاسية ترحيبا بها. تلا ذلك كلمات ترحيبية من قائد المجموعة وسيادة المطران جبارة لسمو الأميرة، وتم تبادل الهدايا التذكارية ما بين سموها وسيادة المطران وقدس الأب بسام شحاتيت والأب عماد بواب والأمين العام لمجموعات كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك في الأردن طارق مسلم. من ثم توجهت سموها والحضور لقص شريط الافتتاح والتجول في أروقة البازار الذي شمل على العديد من المستلزمات الخاصة بعيد الميلاد. وخلال حديث خاص لنورسات، أعرب سيادة المطران جبارة عن وافر شكره ومحبته لأفراد المجموعة الكشفية في الأردن، وعلى الدور المميز الذي يبذلونه في خدمة الكنيسة والمجتمع. كانت مناسبة حتى نعيش هذا الحدث، حدث الميلاد، بكتير من الفرح، بكتير من السرور، بكتير من السلام، ونحن في هذا البلد بأمس الحاجة اليوم لهذا السلام، لهذا الفرح، لهذا السرور. شكرا لنورسات ولكل العاملين فيها، شكرا لكل الحاضرين بهذه المناسبة. من البازار التاسع لكشافة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماء، كل عام وأنتم بخير، ولد المسيح، هللويا. وانتقالا لرعية القديس شربل التابعة للنيابة المارونية في الأردن، رعت السفيرة اللبنانية تريسي شمعون فعاليات البازار الميلادي السنوي بحضور المونسنيور غازي الخوري راعي الكنيسة والأب سامر زكنون وشدايقة الكنيسة والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن ووفد من وزارة السياحة والآثار وجموع من الحاضرين والمدعوين. وعقب قص شريط الافتتاح استمعت السفيرة شمعون والضيوف لباقات من الترانيم الميلادية المميزة قدمتها جوقة الرعية. من ثم جال الضيوف للاطلاع على معروضات البازار الذي شمل على العديد من مستلزمات العيد والهدايا والحلويات في أجواء من الفرحة والبهجة قبيل عيد الميلاد المجيد. مسيحيتنا هي أنه نركز على الإنسان، على الإنسانية بالأول، ومن ثم منعيش المسيحية. منا مدعوين دغري لنصير قديسين، مدعوين لنصير أناس يسعوا للقداسة. منشان هيك نحن اليوم موجودين معكم، موجودين مع كل إنسان وين ما كنتوا، بلبنان، بالعالم. نحن أرقام تليفوناتنا حاضرة، اتصالاتنا حاضرة، حتى نستقبل الحجاج من كل العالم ومن كل الأديان. وأهلا وسهلا فيكم. وفي شمال الأردن وبأجواء ملؤها الروحانية والفرحة، افتتحت حاملة الصليب الذهبي للقبر المقدس الدكتورة باسمة السمعان البازار الميلادي لكنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في محافظة إربد.
بدأ الاحتفال بقداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب غالب بواب بمعاونة الأب ويليام سويدان، بحضور العديد من الشخصيات الرسمية في المحافظة وكهنة وممثلي الكنائس الرسولية وعدد من الراهبات وفعاليات الرعية من أخوية وكشافة وشبيبة وجمع من المدعوين والضيوف. وبعد انتهاء العظة قدم قدسه درعا تكريميا للدكتورة السمعان على كل جهودها المبذولة من محبة وخدمة وعطاء لا حدود له في خدمة الكنيسة والشباب في الأردن، وعلى تكرمها برعاية البازار الخيري الذي تنظمه الفعاليات الرعوية في الكنيسة. وبعد التناول من الأسرار الإلهية المقدسة توجهت السمعان لقاعة البازار برفقة الآباء الكهنة والراهبات لقص شريط الافتتاح، ومن ثم تجولوا في أرجاء البازار الذي احتوى على العديد من الأشغال اليدوية ومنتجات عيد الميلاد. ومندوبا عن صاحب السيادة المطران كريستوفورس عطلة افتتح قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء بازار كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان، بحضور عطوفة السيد هاني سالم قاقيش وقدس الأب أيوب عويس واللجان العاملة ولجنة السيدات ومدارس الأحد والشبيبة ومجموعة الكشافة والمرشدات للكنيسة، حيث تم إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وافتتاح البازار السنوي السادس. بهاي الاحتفال منعيد على الجميع، على جميع في الأردن، على جميع في العالم، مسيحيين بمسلمين بأي ديانة كانوا، نطلب من رب السلام وإله السلام أنه يعم السلام في كل العالم ويحفظ الأمن والسلام والاستقرار في أردننا في ظل قيادة الهاشمية على رأسها جلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم. منعيد على الكل، عشان هيك هاي الأيام البازارات اللي بتصير ما هي غير بازارات محبة، اللي بتصير بين اللي بتجمع العائلة المسيحية في كل كنيسة، اللي هاي المحبة اللي وضعها إله السلام. تم افتتاح البازار، بازارنا السادس في كنيسة القديس نيقولاوس، ونتمنى للجميع كل عام وهم بخير، وشكر خاص لقناة النورسات. وفي كلية راهبات الوردية في منطقة مرج الحمام أقامت إدارة الروضة حفل إضاءة شجرة الميلاد برعاية من مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية الأب وسام منصور، وبحضور مديرة الروضة الأخت كلوديث دبابنة وعدد من الراهبات والكادر التدريسي، حيث قدم الأطفال عروضا فنية جسدت قصة ميلاد الطفل يسوع في المذود وحضور الرعاة والمجوس له. اليوم كانت فرحتنا كبيرة إنه نبتدي هذا الموسم الميلادي مع الأطفال اللي هم بينقلوا فرح السماء وفرح الملائكة بميلاد المسيح حتى يوصل لكل بيت، لكل عائلة، ولكل كنيسة، ولكل إنسان بحاجة بالفعل لفرح وسلام السيد المسيح. فصلاتنا اليوم إنه بالفعل ربنا يغمرنا بالسلام، يغمر بلادنا وحياتنا بسلامه الحقيقي، ويمنحنا الفرح اللي مشتاق ومنطوق لإله من خلال أطفالنا اللي احتفلنا معهم اليوم. وفي جبل عمان رعى مدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات فعاليات افتتاح البازار الخيري السنوي في كنيسة الفادي الأسقفية العربية، بحضور راعي الكنيسة القس فائق حداد وكهنة الكنائس الشقيقة في المنطقة وجموع من الحضور والمدعوين. وقبل قص شريط الافتتاح قدمت جوقة أطفال الكنيسة باقات مميزة ومنوعة من الترانيم الميلادية التي أضفت جمالاً وفرحة للحفل بميلاد المخلص، من ثم جال الحضور بين أروقة البازار. الهدف السنة من البازار
دعم فئة خاصة اللي هي التربية والتعليم. التعليم أبنائنا وبناتنا أعمالهم بيضطروا أنه يتركوا المدارس، بيضطروا أنه ينقلوا إلى مدارس ممكن تكون أقل في التعليم وفي الأنشطة المرافقة. لذلك حبينا هالسنة يكون في إنا دعم خاص، والهدف السنة أنه نعلم 60 طالب وطالبة إن شاء الله، حتى نستطيع أنهم يكملوا حياتهم التربوية ونعطيهم هذا السلاح القوي بإيديهم، لأنه مدناش نعطي كل طالب وطالبة فقط السمك ليأكلوا، وإنما السنارة ليصيدوا ويتعلموا بالحياة. عم نحاول نساعد أيضا في الأمور المهنية بالإضافة إلى الأكاديمية. هاي من الأهداف الرئيسية اللي كانت للبازار، بالإضافة إلى الجمع الجميل اللي كان. وختاما، في جنوب الأردن من محافظة الكرك وفي كنيسة القديس جورجس للروم الملكيين الكاثوليك وبرعاية الإيكونوموس الأب بورس بقاعين كاهن رعيتي الروم الكاثوليك في الكرك وأدر، وبحضور الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، افتتح البازار الميلادي الرابع الذي اشتمل على مستلزمات العيد. واستمرت الاحتفالات في جمعية حمود الخيرية بإضاءة شجرة الميلاد وافتتاح البازار الميلادي السنوي تحت رعاية السيد طايل المجالي رئيس بلدية الشيحان الكبرى، وبحضور عدد من الآباء الكهنة والمهندسة سماهر المجالي مديرة التنمية الاجتماعية وحشد من أهالي البلدة، حيث اشتمل البازار على لوازم العيد من زينة وألعاب وتحف في أجواء من الفرحة والبهجة. وما زالت الكنيسة في الأردن تحضر وتستعد بالاحتفالات والصلوات لاستقبال طفل المغارة، المسيح ولد، هللويا. وبصراحة يعني أنا كل ما أجي على المنطقة هذه بكون دائما سعيد، صحيح سعيد يعني، ولأنه بصراحة بشوف يعني العراقة المواطن الأردني الحقيقية، الأصالة المواطن الأردني الحقيقية اللي فيها حب وفيها احترام وفيها تسامح وفيها بعيدة عن الدين وبعيدة عن التطرف وبعيدة كلها، يعني هاي رسائل حب ومحبة وسلام. فأنا صحيح بشكر الجمعية مرة ثانية، وإن شاء الله يعني كل عام وانتم بخير بمناسبة قرب عيد الميلاد. في هذا البازار الخيري هو نقطة التقاء وتجمع لأبناء رعايانا الرعية الواحدة في الجنوب التي تجمع كل أبناء رعايانا وكل أبناء طوائفنا حتى نحتفل سويا بعيد ميلاد يسوع المسيح، وحتى نحتفل ونحس بأننا عائلة واحدة.